حديث أكثر تفصيلا حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور إيهاب دبابش، عضو نقابة الصيادلة عن قائمة المستقبل. مبارك عليكم هذا الفوز بستة مقاعد يا دكتور، وهذا الانتصار المهم الذي حققه مرشح تيار الإصلاح الديمقراطي بانتخابات نقابة الصيادلة رغم الكثير من الصعوبات والتحديات، ما هي المكاسب الأخرى التي حققت غير التمثيل بستة مقاعد في داخل النقابة؟ شكرا لك ولاستضافتكم الكريمة، أحييكم وأحيي جميع صيادلة الوطن العربي عبر شاشتكم الجميلة. حقيقة نحن كنا أيضا على رأس المجلس السابق وكنا نتحصل على أغلبية مقاعد 7 أصوات. كانت كنت نقيب سابق في النقابة. نعم كنت نقيب السابق، لكن واجهتنا الحمد لله ظروف صعبة شوي من جائحة كورونا ومن العدوان الصهيوني في مايو 2021، والى كثير من الصعوبات والاثار النفسيه والاجتماعيه. وقفنا بجانب زملائنا في مشاكلهم وفي حل بعض الاشكاليات وكثير من الامور. نحن ننبثق من تيار اصلاحي لحركه فتح يقف بجانب المواطن، فكان لزاما علينا ان نبادر نحن كصيادله ايضا ان ندخل الانتخابات هذه رغم التحالفات الكبيره التي كانت تحالفات أكثر من 3 فصائل أمام قائمتنا الوحدة قائمة المستقبل، ولكن ولله الحمد كان الفارق بسيط بيننا وبين القائمة الأخرى، ورغم التهديدات بقطع رواتب وتهديدات لمن سيشارك. وأيضا هناك سؤال حضرتك، ما هي المكاسب التي اكتسبناها؟ أيضا غير ذلك أننا رفعنا نسبة المشاركة إلى أكثر من حوالي 75% من أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت شاركوا في هذه العملية الديمقراطية الشفافة النزيهة. طبعا يحسب لنا كمجلس سابق أننا قمنا بتكوين لجنة انتخابات وبعمل انتخابات في نفس الموعد بعد 3 سنوات حتى تكون العملية ديمقراطية مستمرة. أيضا نحن كسبنا ود زيادة من الصيادلة وأحسوا بأننا كنا قريبين منهم، ولكن كما قلت لك الأمور الطبيعية والجائحة الكبيرة التي أضرت بنا يعني أخلت ببعض بنود برامجنا الانتخابية السابقة، ولذلك نتطلع الآن إن شاء الله أن نقوم باستكمال ما بدأناه واستكمال برنامجنا الانتخابي إن شاء الله. نعم دكتور إيهاب، ما هي المرتكزات التي ربما يتكئ عليها تيار الإصلاح الديمقراطي خلال خوضه مثل تلك الاستحقاقات؟ يعني شهدنا انتخابات لنقابة الصيادلة، وقبلها كانت هناك انتخابات أيضا لنقابة المحامين. نعم بصراحة نحن يعني أبناء تيار الإصلاح لحركة فتح كان معروض علينا في كثير من النقابات أن نقوم بتوافق مع هنا أو هناك بدون إجراء انتخابات، ولكن أبت قيادة تيار الإصلاح مباشرة بالأخ أبو فادي محمد دحلان والإخوة إلا أن تستمر العملية الديمقراطية في جعل الصوت الانتخابي والأفراد الذين يمثلون هذه المجالس وهذه النقابات هم من يختارون وليس التحالفات حزبية. نحن كان لدينا قرار أن نشارك في الانتخابات، ولو تحصلنا على ما نتحصل عليه سنرضى لهذه النتائج، ولذلك نحن نتطلع أيضا أن تقوم هذه الانتخابات تشمل جميع مجالس البلدية وجميع النقابات. بمناسبة هذا الأمر، أبو فادي القائد تيار الإصلاح الديمقراطي نائب محمد دحلان في خلال تهنئته لحضراتكم في هذه الانتخابات ونسبة الإقبال قال أن الانتخابات برهنت على تعطش الشعب الفلسطيني لهذه الانتخابات وهذه الأجواء الديمقراطية. ما الذي يحول دون تنفيذ هذه الانتخابات في أو تتسع تجربة هذه الانتخابات لتخرج من النقابات لعموم فلسطين ولعموم القطاع؟ يعني سيدي لا يخفى عليكم وضعنا في قطاع غزة، وضع يعني وضع انقسام بين الضفة وغزة، هذا واحد. اثنين، هناك يعني بعض القوى الفاعلة في المشهد الفلسطيني من حركة فتح أو حماس تريد مكاتب هنا أو هناك، تجري انتخابات أنت هنا لا أجري هناك، فهذه نحن يعني نتماشى مع الوضع السياسي، لكن هو الوضع الصح والسليم والصحيح أن تقوم الانتخابات في جميع النقابات. هناك نقابات عديدة لم تتم فيها العملية الديمقراطية منذ سنوات عديدة، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، لم يمارسوا الأخوة في هذه النقابات أو حتى البلديات،
او المجالس البلديه اي نوع من الانتخابات لاسباب طبعا كل يعرفها واغلبها. وبالطبع وحده الصف مطلوبه في هذا طبعاً. في هذا التوقيت. دكتور ايهاب دبابش عضو نقابه الصيادله، الف مبروك لحضرتك ولكل الاعضاء والفوز بسته مقاعد في انتخابات نقابه الصيادله. النقيب السابق عضو نقابه الصيادله في قطاع غزه، وشكرا جزيلا لك ومبارك عليكم.